النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، ولكن الأول خلينا نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية. خلال هذا اللقاء تم التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية اللي لها خبرات عالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني. أيضا امبارح التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعقد اجتماع تابع فيه أهم المشروعات اللي بتتنفذ في محافظة جنوب سيناء. هناك أيضا أخبار أخرى هنعرفها خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية، وخلال اللقاء تم التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية اللي ليها خبرات عالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي. وجه الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة تاليس وده لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، وخلال الاجتماع تم عرض الخدمات المقترحة بمبادرة بالمنزل نرعاك لمختلف أفراد الأسرة وما تتضمنه من خدمات تتعلق بالتطعيمات الروتينية والفحوصات الطبية والمتابعات بالنسبة للأطفال والكشف الطارئ وتنفيذ مبادرات الصحة العامة. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات اللي بتتنفذ في محافظة جنوب سيناء. وجه الدكتور مدبولي بإعداد نموذج التشغيل والصيانة لوسائل النقل الجماعي المتميزة بالمدينة بما يضمن استمرار الشكل الحضاري لمرفق النقل في شرم الشيخ بنفس الأداء اللي حصل أثناء مؤتمر COP27. امبارح نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف بيتضمن أبرز المعلومات الخاصة بإنشاء مصر واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، وده وفقاً لإحدى الاتفاقيات اللي أبرمتها مصر خلال فعاليات قمة المناخ COP27. العمل في المشروع هيبدأ في 2024 ومن المفترض الانتهاء منه في 2030 بتكلفة 11 مليار دولار وقدرة إنتاجية بتصل ل 10 جيجا وات، وده هيزود من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح. كان منها تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً للأسر الأولى بالرعاية في قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية. وكان منها أيضاً إنجاز 95% من رصف شوارع حي العجمي بمحافظة الأسكندرية بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه. وكان منها إطلاق حملة الرصيف من حق المواطن في محافظة كفر الشيخ، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي تم فيها تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى مركز منوف في محافظة المنوفية. في الغربية تم تكريم عدد من خريجي البرنامج الرئاسي للقيادة والمتطوعين من أبناء المحافظة المشاركين في تنظيم COP27 بشرم الشيخ، وده على هامش فعاليات مؤتمر من COP27 شرم الشيخ إلى الغربية واللي نظمته المحافظة لنقل خبرات المشاركين في المؤتمر إلى أبناء المحافظة. في كفر الشيخ تم إطلاق حملة الرصيف من حق المواطن لمنع التعدي على الأرصفة والشوارع. ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بزراعة الأشجار في الجزر بين الشوارع وبتركيب شبك على حاويات القمامة للحفاظ على المظهر الحضاري. في جنوب سيناء انتهى مهرجان جنوب سيناء الدولي من إجراء اختبارات الأداء للأطفال المتقدمين لمسابقات المهرجان ضمن جائزة طفل سيناء الذهبي، واللي استمرت على مدار 4 أيام بين مدينتي شرم الشيخ ودهب. في المنيا بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة أعمال رصف شوارع المدينة ضمن خطة رفع كفاءة جميع الطرق والشوارع وإعادة تأهيلها والانتهاء من أعمال الرصف في أقل فترة زمنية ممكنة.
فأسوان نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قوافل طبية داخل قرية الكوبانية التابعة لمركز أسوان وقرية الحجز بحري التابعة لمركز أدفو، وتمكنت هذه القوافل من إجراء الكشف الطبي ل 4718 مواطن. في الإسكندرية تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العجمي بنسبة تنفيذ بلغت 95%. الخطة دي استهدفت رصف 10 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم بالحي بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه. في سوهاج أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة استمرار تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 حتى 5 يناير اللي جاي بالمديرية والإدارات الاجتماعية التابعة على مستوى المحافظة. فأسيوط تفقد المحافظ اللواء عصام سعد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق أسيوط ديروت الزراعي بطول 18 كيلومتر بقطاع مركز أسيوط، وده بهدف استكمال شرايين التنمية والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.